السلام عليكم، محمد عبد الرب معاكم فيديو جديد. احنا النهارده هنتكلم عن محفزات التستوستيرون وهل هي مهمه ولا لا. خليكم معانا. طبعا انا اسف عن الانقطاع اللي احنا بنعمله في القناه الفتره ديت، ولكن انا حاليا بصور الـ 8 ويك بروجرام ترانسفورميشن، 8 اسابيع التحول اللي انا عملته في 8 اسابيع، وقايل فيهم انا خدت ايه بصراحه. النهارده احنا معانا، وطبعا شكرا لكل الناس اللي بتدعمني وكل الناس اللي بتكتب تعليقات ايجابيه. اعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان الفيديو ده يوصل لكل الناس ونبدا على طول. فاحنا النهارده هنتكلم عن محفزات التستوستيرون. تمام، انواع كتيره هي، كل دي انواع بتحفز التستوستيرون. طيب ماشي، طيب تمام. محفزات التستوستيرون بتتكون من ايه؟ محفزات التستوستيرون لو مسكنا حاجه كده او حاجه كده او ايا كان، هتلاقي فيه حاجات زي الفيتامينات، فيها زنك، تريبلس، فيتامين بي 12، حاجات موجوده في الاكل وحاجات موجوده في الفيتامينات. هل هي فعاليتها مهمه؟ يعني على حسب انت هتستخدمها لايه. لو انت شخص طبيعي ما بتخشش بطولات، عاوز تعمل حاجه لزياده البرفورمانس بتاعك او الاداء بتاعك، فالحاجات دي هتعلي ادائك بنسبه 20-30%. ليه؟ لان انت التستوستيرون الطبيعي بتاع جسم الانسان بيتفرز من 30-40-60 مللي جرام بالاسبوع، فانت الحاجات دي هتتعلي لك ل 80-90-100 بالكتير قوي، 100 مللي جرام بالاسبوع. في حين ان انت لو خدت حقن التستوستيرون السنتي الواحد في 250، فطبعا دي كميه مهوله. فانت هتاخد الحاجات ديت امتى؟ لو انت حابب تخلي الاداء بتاعك احسن، او لو انت راجل بتنظف في البي سي تي، فالحاجات دي هتبقى ممتازه. فيما عدا ذلك انت مش هتحتاجها قوي، هتبقى مضيعه للفلوس، رغم ان انا ببيعها وهتلاقيها على غوريلا سبلمنت وهتلاقيها في اللينك اللي تحت، الا ان انا بحب اشرح الحاجات بصراحه. حتى احاول ان انا احط لكم في الشاشه المكونات اللي موجوده في كل ماده، هتلاقيها متشابهه تقريبا. زنك، فيتامين بي 12، فيتامين بي 6، فيتامين اي، الكارنيتين، ارجينين، بيتا الينين، حاجات ديت موجوده في مواد كتير. ولكن الحاجات ديت هتساعدك بشكل كبير لو انت موجود في البي سي تي. طبعا في بقى شركات كتير، يعني ماسل تيك مثلا عامله الفا تيست وعامله تريبلس لوحده، لو انت محتاج ماده التريبلس، ودي ماده مهمه جدا في زياده التستوستيرون، وبنحتاجها اكتر في التنظيف بشكل كبير. تمام، واحد زي بيستخدم استرويد، فالحاجات دي بالنسبه لي مش تعمل حاجه غير في التنظيف، ان هي تخلي البي سي تي بتاعي يعدي بشكل احسن. ففي شركات كتير واسعارهم بتبقى تتراوح من 600-750 او 800 احيانا، فاسعارهم مش رخيصه. لذلك اللي عاوز يجيب الحاجات دي تتاكد تمام ان هو في البي سي تي، او واحد عنده رفاهيه ان هو يقدر يجيبها ويستغنى عن الارجينين مثلا او الكرياتين او الجلوتامين، فاهم؟ فدي حاجات هتبقى ممتازه في الحته دي. فيما عدا ذلك انا شايف ان انت ممكن تستغنى عنها وتجيب حاجات تانيه. طبعا انا بحب اشرح الحاجات بكل حياديه وكل موضوعيه، مش عشان انا ببيعهم واقول لك المنتجات دي اجمد شيء في الكون، لا طبعا. انت ممكن تاخد فايده من حاجات تانية، ولكن الحاجات دي زي ما قلت لكم انا بحب استخدمها في ايه، وبرشح الناس اللي هي تستخدمها في ايه. ده رقم واحد. رقم اتنين، طبعا اسف على الانقطاع ان انا بنزل فيديو في الاسبوعين مثلا او كل 3 اسابيع، بس علشان انا مسحول في الـ 8 ويك ترانسفورميشن، وبحاول اجهز فيه على قد ما اقدر ان هو يبقى حاجه بروفيشنال، كمونتاج بقى وكانترو وككل حاجه وكمعلومات انت تستفاد بيها. بس فعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان الفيديو يوصل لكل الناس، واكتبوا لي في الكومنتات تحت عاوزين نتكلم عن منتجات ايه الفتره الجايه، وان شاء الله هعمل عنها ريفيوات الفتره الجايه عن اي منتج انتوا عاوزينه. وخشوا على صفحه غوريلا سبلمنت عشان تشوفوا كل المنتجات اللي انتوا محتاجينها، وشكرا جدا ليكم.